الأستاذة دينا عندها بنات وعايزة تختار نوع الجنين عن طريق الحقن المجهري، هل يجوز لها ذلك؟ ما عليه الفتوى في ديارنا إنه هذا الأمر جائز فقط على مستوى الأفراد، لا أن يكون ذلك الأمر حالة عامة إنه مباح يعني بشكل عام، حتى لا يختل التوازن اللي ربنا سبحانه وتعالى أقام وأنشأ عليه الكون من تنوع وجود الإناث والذكور. وده وإحنا بنؤكد على ضرورة إنه الإنسان دائما أبدا يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، فيستسلم كده لقدر الله سبحانه وتعالى وقضاء الله وقدره.